ممدوح غراب محافظ الشرقيه، وبرحب بمعالي الوزير اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. اهلا وسهلا معالي الوزير. اهلا اسامه بيه، ازي سيادتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. طمنا بقى على كفر الشيخ، كان متهيألي المطر شديد شويه النهارده مش كده؟ والله هو بالرغم من الاجواء الطقس شويه في بعض المراكز، احنا عندنا 14 مركز ومدينه، الا ان الحمد لله نسب التصويت الحقيقه ما عاقتش الظروف الجويه المواطنين على اداء واجبهم الدستوري وانهم ينتخبوا ممثلين ليهم يحققوا امالهم في مجلس النواب. حقيقه احنا يعني بنتجاوز 14% داخلين على 15% في الفتره الاخيره، يعني نص الساعه الاخيره دي الحمد لله في اقبال ضخم جدا على عدد من المراكز والقرى تحديدا الحقيقه. يعني الجو الجو اتعدل مش كده؟ جو واجب وطني، كله حاسس انه واجب وطني، كله بيشارك سواء الحكم المحلي والصحه والتعليم ورش وتطهير وتعقيم. المديريه الشباب الحقيقه الشباب في مديريه الشباب جاهزين بكراسي متحركه بيساعدوا ذوي الاحتياجات الخاصه، كبار السن، يعني جو الحقيقه عرس انتخابي الحقيقه. يعني الحقيقه بنبارك لكم على هذا التنظيم الجيد مع الوزير، وان شاء الله نشوف بكره يوم احسن وافضل واقبال كمان اكبر من الناس باذن الله. اكثر طبعا اليوم الثاني معروف انه بيبقى الاقبال كمان اكثر كثافه. اتمنى باذن الله انه يبقى الجو احسن ويبقى نسب الاقبال تزيد عن كده. احنا تجاوزنا النسبه بتاعت مجلس الشيوخ في اليومين، تمام، في اليوم الاول، فده شيء مبشر بالخير يعني. ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي الوزير اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. الحقيقه يعني مثل هذه الامور بتعني الكثير، بتعني ان الناس مهتمه، وحتى هنا في القاهره الناس يعني رغم ان معرفتها البسيطه بالمرشحين، ناس كثيره عماله بتسال طب ننتخب مين؟ طب مين في رأيك؟ طب مين أحسن؟ يمكن يكونوا المرشحين ما خدوش الوقت الكافي أو ما بذلوش الجهد الكافي، أو تخيلوا إن اليافط اللي بتتعلق في الشوارع دي كافية إنها تقول للناس إن انتخبوني. لا، الناس مش عايزة اليافطة اللي بتقول الاسم ولا بتقول الرقم الانتخابي، الناس كانت عايزة أكتر تعرف من أنت وماذا ستفعل. وهنا على الأقل بتكلم على المقاعد الفردية. نروح لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا حوالين الانتخابات البرلمانية وغيرها من الموضوعات.